الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. مفتاح الحياة يحتفل بالمولد النبوي الشريف في حلقة خاصة نستعيد فيها أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعامل الناس وكيف كان يحكم بينهم. مفتاح الحياة يستضيف الشيخ فهمي عبد القوي أمين الفتوى في دار الإفتاء، كما تتضمن السهرة فقرة مع فرقة المرعشلي للإنشاد الديني في رحاب حب النبي صلى الله عليه وسلم. انتظرونا في مفتاح الحياة مع إيمان عز الدين الأربعاء 10:30 مساء على الحياة 2.